شكرا. يسعد مساكم ويسعد جميع اوقاتكم وين ما كنتوا، اهلا وسهلا فيكم ببرنامج المسامح كريم. رح منبلش باول قصه ومنرحب بصاحب الدعوه، صاحب المبادره، منرحب جميعا بمصطفى. اهلا بمصطفى، كيف الاحوال؟ طمني عنك مصطفى، تفضل تفضل. الحمد لله انك سالم والحمد لله، لانه عرفت انك تعرضت لحادث سير انت وجاي من مرسى مطروح الى القاهره. فعلا بقى الحمد لله على السلامه. كيف حصل الحادث؟ وانا جاي في الطريق الصحراوي، العجله اللي قدام تقريبا نعم فرقعت، ف الحمد لله. يعني الحمد لله ما حدا انصاب. لا لا الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله. بدنا نروي قصتك مصطفى، بعدين بحكي انا وياك. يعني بدي اخبر المشاهدين، مصطفى عمره 24 سنه اولا، في هو واخوه، يعني حرم من حنان الوالده منذ الصغر، منذ كان عمره 8 سنوات، مش لانه والدته توفت لا سمح الله، ولكن لانه الاب والام تطلقا وكل واحد مشي بحياته وكل واحد عاش حياة. الست تزوجت، الأب ما بعرف إذا تزوج، بس الأم تزوجت وصار في معاناة، يعني مثل كل الأطفال، هو وأخوه ينتقلوا من بيت الأم إلى بيت الأب، فترة هنا فترة هناك، والعمر عم بيمضي، ومصطفى شاعر بنقص بحنان بعاطفة، بنقص في العاطفة، إلى أن الست الوالدة رجعت اتطلقت، يعني زوجها الثاني طلقها. كانوا كبروا الشباب، مصطفى وأخوه كانوا صاروا كبار، اعتبر مصطفى أنه لازم يرجع العلاقة بين والده ووالدته مثل ما كانت. بظهر حكي مع الوالد وأخذ أخوه وراحوا كلهم سوا لعند والدته لحتى يقنعوها ترجع للوالد، إنما لسوء الحظ ما بعرف لأي سبب، هلأ منشوف بعدين، الوالدة رفضت، ما رضيت، وتبع ذلك زعل مصطفى وأخوه، زعلوا منها. مصطفى قرر يقاطعها وما عاد يرد عليها ولا يتصل فيها ولا يسأل عنها، وبقي على هذا المنوال 8 سنوات. شاف فرصة بهالبرنامج اليوم أنه يسترجع الوالدة ويرجع يحكي وياها، لأنه يعني خايف من غضب الأم أولاً، خايف من دعوات الأم، خايف، حابب أنه يرجع يشوفها أمه. طيب أمه لجأ لنا نحن بعد دعوة أنا للوالدة، بس حاولت أنت بهالثمان سنوات تحكيها؟ كان في كونتاكت بيني وبينها يعني فترة كده، وبعد كده اتقطعت تاني، وكنا ممكن نتقابل صدفة، بما ان انا ساكن في محافظة واحدة في اسكندرية، فكان ممكن نتقابل صدفة، ممكن بسأل عليها من بعيد لبعيد كل فترة مجرد ان انا بطمن عليها. انت شو بتعمل بحياتك هلا؟ اتزوجت؟ لا. لا. وشو بتشتغل؟ انا فني كهرباء كنترول. واخوك وين؟ اخويا في الاردن. اخوك اصغر منك؟ الاصغر. اصغر منك. في تواصل انت واخوك دائما؟ طبعا. كويس. ليه بتعتقد الوالدي ما رفضت، ما رجعت للوالد؟ لحد دلوقتي ما اعرفش الاسباب، بس مش عارف، يعني يمكن كان في فرصه ان هي ترجع تعيش معانا تاني، علشان يعني على الاقل كنا هنبقى في حال افضل من اللي احنا فيه دوت. والدك شو عم بيعمل؟ فني كهرباء. انت بتشتغل معاه؟ لا. بتشتغلوا سوا؟ لا. لا. طيب صعب الوالد شيء، يعني انه الوالدي رافضه، هو صعب؟ هو صعب، وعلشان كده انا واخويا حتى يعني بقى لنا حوالي، انا بقى لي 9 سنين عايش لوحدي منفرد، وعمار بقى له حوالي سنتين في الاردن. عمار اصغر مني بحوالي. شو اسمه اخوك؟ عمار. ايه. بس فقررنا ان احنا كل واحد هيعيش في حياته مستقله كده، بعيد عن. ليه عندك صحوة ضمير هلا بعد 8 سنوات؟ ليه صار عندك صحوة ضمير؟ يمكن اكيد فكرت كثير بالوالدة انت وجاي على الطريق وصار معك الحادث، ما هيك؟ كثير. ايه. حاسس ان في حاجة مش صح. حتى انا معتمد على نفسي اعتماد كلي في حياتي.
أوضاعك منيحة؟ ماديا؟ لا يعني الشغل مش مستقر. الشغل مش مستقر. مش مستقر بس يعني بحاول بتدبر أموري. شو جاي تقول للوالدي؟ اشتين بس فقط. هي والدي وحشتيني وحشني القعدة معاك في بيت واحد. و كم عمر هالوالدي؟ سبعة واربعين. تزوجت رجعت شي؟ هلأ متزوجة؟ عمار عنده نفس الشعور مثلك؟ أكيد. عمار تعب جدا قبل ما يسافر. هي ما قدرتش تيجي إن هي تيجي توصله، لأن كان لما رحنا نوصله كان معنا والدنا، فكناش عايزين يحصل. ليك الوالد ما عاد تزوج؟ لا اتزوج. متزوج حاليا؟ عندي أو عنده أولاد، هم إخواتي يعني. عنده أولاد. يعني هلأ رح نشوف اللقاء كيف رح يكون بينك وبين الوالدي، بنشوف شو ردة فعل الوالدي. نحن نيابة عنك بعتنا له الجواب مثل ما بتقولوا، بعتنا له رسالة ودعوة للمجيء إلى هذا الاستوديو. بنشوف ساعي البريد سلمها الدعوة أكيد، وبنشوف إذا وافقت. يلا أهلا جورج، مشوارنا النهاردة عروس البحر الأبيض المتوسط إسكندرية عشان نسلم دعوة حضور للأستاذة حنان. وصلنا إسكندرية يا جورج، عروس البحر الأبيض المتوسط. وصلنا كوبري الناموس يا جورج. مساء الخير. مساء الخير. حضرتك مدام حنان؟ حنان السيد بخير. مدام حنان حضرتك عندك أولاد صح؟ أيوه. كم؟ عندي ولدين. ولدين؟ ربنا يخليهم. طيب مدام حنان، دي دعوة حضور لبرنامج جورج قداحي. حضرتك قبلتي الدعوة؟ طبعاً إن شاء الله قبلتها. جورج، مدام حنان قبلت دعوتك وإحنا في انتظارها إن شاء الله. شكراً. باي باي. حنان تلقفت الدعوة، قبلتها، لازم تكون صارت خارج الاستوديو يعني خطوات من هون. القصة وما فيها انه ابنها مصطفى له 8 سنوات ما بيحكيها، زعلان منها هو واخوه لسبب رويته قبل، ولكن برجع بذكر فيه. مصطفى حرم من حنان وعاطفة الام منذ كان في الثامنة من عمره. أمه تزوجت، طلقوا أبو أمه، بعدين أمه تزوجت، أبو تزوج، كل واحد راح بطريقه. بعد فترة لما كبروا الشباب هو أخوه، طلقت الأم، قال هذه مناسبة أنه رجع أمي لأبي. أخذ أبوه وراحوا لعند الأم يطلبوا أنه ترجع للأب. الأم رفضت، زعل منها هو وأخوه، قاطعوها ما عادوا يحكوا معها. الآن حنان، اسمها حنان الأم، حنان ناطرتنا برا حتى نناديها. بدنا نرحب كلنا سوا بحنان. أهلا وسهلا. سلمي. أهلا وسهلا. لي الشرف أسلم على حضرتك. أهلا وسهلا فيك، شرفتينا. مرسي. وشكرا على قبولك الدعوة. الله يكرمك. مرسي. بهالسرعة. الله يخليك. شو متوقعة هيك تكون يكون هالبرنامج؟ فرحتي بلقائك أول حاجة طبعاً. الله يخليك ويحفظك. الله يخليك. الله يخليك. مرسي أوي لذوقك وللدعوة اللي وصلتني. تسلمي. طمنيني عن حياتك، أمورك. الحمد لله. ماشي الحياة معك؟ الحمد لله. زي اي حد، كل الناس عندها ضربات في حياتها، فطبيعي يعني يكون في شويه كده شويه كده. عادي طبيعي. وشو صار عندك اولاد ما شاء الله؟ عندي ولدين. ولدين؟ وفي شي اولاد تانين؟ لا، بعدك على الولدين؟ الحمد لله، ربنا يخليهم. الله يحفظك ويخليكي يا ستي. بدي اقول لك انه انا
دعوتك، بس مش أنا صاحب الدعوة. صاحب الدعوة شخص بعز عليكي وأنت بتعزي عليه كتير، هو اللي طلب وسطنا حتى نوجه لك دعوة ويلتقيكي في الاستوديو هون، وفي عنده كلام بده يقول لك إياه. بقى بتحبي تشوفي أولاً مين دعاكي؟ أكيد أحب أعرف، عن جد دول جامد. أنا يلا خلينا نشوف، إذن خلينا نشوف على الشاشة. إيه رأيك بقى الشاب الحلو؟ بقالي سنين ما شفتوش أصلاً. سنين ضاعت ولا لا؟ يا ست حنان ابنك مصطفى الكبير، ومصطفى بعت لك جواب هلا راح يحكي هو بعد شوي، بس بحب اقرا لك الجواب انا اللي بعته. بقول لك أمي الحبيبة الغالية حنان، منذ أكثر من 15 عاما وأنا أفتقد حضنك، وحين جئتك قبل أعوام ظننت أنك بنفس لهفتي عليك، بنفس ألمي من فرائك، لكن شعرت وكأنني لا أعني لك أي شيء. أمي الحبيبة، حين كنت أتعب ولم أكن أجدك بجانبي، وحين كنت أذهب إلى المدرسة لم أكن أشعر بما يشعر به طفل يحتاج لأن تقبله أمه قبل أن ينزل، وحين كنت أنجح لم تكون أول من يهنئني، وحين كنت أذهب لأخطب لم تكوني معي، ورغم 6 سنوات لم نتحدث فيها مع بعض ظللت أسأل نفسي سؤالا، هل أمي غاضبة علي؟ ومع أنني أنا الغاضب وأنا الذي أشعر بكوني ضحية طلاقك من والدي وتفكير كل منكما بنفسه بدلا من التفكير فينا، إلا أنني أخاف أن أموت بعيدا عنك. هذه صارت مثل قصيدة الله يرحمه محمود درويش. إلا أنني أخاف أن أموت بعيدا عنك وأنت غاضبة، كما أخاف أن يحدث لك أي مكروه وأنت تشعرين أنني أكرهك. أنا أحبك يا أمي، يا أغلى من حياتي. بخبرك، وفي طريقي للبرنامج أمس كنت أموت في حادثة سير، وكأنها علامة من المولى عز وجل ليؤكد لي ما أفعله الآن صحيح، وأن الجنة التي تحت قدميك قريبة فقط إذا سامحتيني. فلننسى ما فات يا أمي، ولتكن رسالتي هذه رسالة لكل أم وكل ابن ولد، قوليها أمام الجميع بعد أن تحضريني وأقبل يديك وجميلك. بقول لك المسامح كريم، أثر فيك الكلام، حاولت تحكي، حاولت تحكي انه هو يسمح الثاني، فالمفروض انه هو اللي يسمحني مش انا اللي سامح. ما هو مسامح، هو جاي معناتها يعني مش الابن بيسامح امه، عادة الام هي بتسامح. بس حاولت تتصلي فيه بهالست سنوات او اكثر؟ يعني حاولت، ما كانش بيرضى انه يتجاوب معي. هو ما تجاوب معك، هو كان غضبان وزعلان وشرح لنا ليش الاسباب. أيوة. بس انت ليش ما رضيتي ترجعي لوالده؟ ما كانش خلاص، ما فيش خط للرجعه. في ساعات انفصال بيتم بيبقى ما فيش خط ان الانسان يرجع. بس انا بقول دلوقتي حتى لو ما كانش في خط ان يرجع كنت ممكن ارجع لو في شعره. نعم. كان لازم ارجع. ما كانش حد ابدا المفروض ان هو يفضل نفسه على اي حاجه يكون السبب فيها الضحيه اولاده. لو في دلوقتي اي فرصه ان انا ارجع مهما يحصل معايا استحمل عشان الاولاد. بس
تصوري يعني قديش مضى؟ مضى 24 قديش؟ 20 سنة؟ 15 سنة 18 سنة. شوفي بقى هالوقت الضايع اليوم عم بتقولي هالكلام. نعمل عمر ونعمل عمره. يا ريتك قلتي قبل 18 سنة مثلا. يا ريت قلت. شفتي؟ طبعا يا ريت قلت. خلينا نشوف مصطفى. مصطفى لازم تحكيها، تقول شيء للوالدي، بدي اسمعك. يلا تفضل. مش هقدر اقول اي حاجه غير ان انت وحشتيني. انت انا محروم من حاجات كتير، يمكن ما حدش هيقدر يعوضها لي بعد كده. الحاجات الاساسيه لاي حد في بدايه سنه، في بدايه فتره طفولته، مش هيتعوض وهو كبير. مهما كان اللي هيمر بيه كويس في حياته، برضو مش هيتعوض فترة الطفولة في حضن الأم وفي حضن الأب. بس هلأ اللي فات فات، اللي راح راح، بدنا نحكي بالمستقبل. شو بدك تقول لأمك بالنسبة للمستقبل؟ نفسي أفضل معك على طول. نفسي أفضل معك على طول، ده كل اللي نفسي فيه. سمعتي؟ بده يبقى معك على طول. شو؟ وانا نفسي افضل معايا بقيت عمري. نفسي افضل معايا اعوض. ما شاء الله عليك. ولو ان اللي فات ما يتعوضش، لان في فتره بتفضل معلمه في عمر البني ادم ما بنساهاش. بس هو فتره طفولته اللي هو اتحرم مني فيها. معلش حتى قال له جميل ان تاتي الامور ولو من متاخره من ان لا تاتي ابدا. بقى افضل يعني ما نضيع كمان سنوات جديده. ومصطفى وأخوه يعني مقبلين إن شاء الله على حياة جديدة، بدهم يتزوجوا، بحاجة تكون أمهم جنبهم. يعني إن شاء الله بعتقد ما في مشكلة. ما عندك يعني، بس قولي له المسامح كريم حتى يفتحوا الستار. المسامح كريم طبعا، أمر الأم وابتغلها على الله. مبروك. نحن هذا الهدف من هالبرنامج. هذا الهدف من هالبرنامج. الحمد لله نحن سعداء جميعا. لو بتشوفي الجمهور هون عم بسمع أنا البكاء والنحيب، يعني أثرت كتير بالجمهور. الله يوفقكم إن شاء الله، تكون فاتحة جديدة، تكون صفحة جديدة بحياتكم أنتوا جميعا بالعائلة. الله يوفقكم وتضلي بصحتك يا ست حنان. تشوفي لهم أولادهم إن شاء الله، تزوجوهم وتشوفي أولادهم وما تتركوا بقى إن شاء الله. مش هنسيب بعض أبدا. أوكي إن شاء الله. تفضلوا. جدنا ودلنا دايا جندايا أما فرمدي رسول الله يا بهشتي خدا أعمادك روا درجاك لبين في جايك دايا درجاك لبين في جايك دايا جد لنا وبما دايا جندايا أما فرمدي رسول الله يا
مشتي خدا اما ذكرى و درجا كالب فداك اندايا درجا كالب فداك اندايا لك تيبون تكو يستكى لك تيبون تكو يستكى رب ردود بمن برالجاكا رب ردود بمن برالجاكا لبيار وفايتو دستا واستنم لبيار وفايتو دستا واستنم تداج ما جيري او قلو خاكا تداج ما جيري او قلو خاكا زيد لنا او دلما دايا قندايا اما فرمودي رسول الله يا بهشتي خدا اما ذكرى فداك اندايا درقاك لبين فداك اندايا نقاي شيرينت دايا هميشا نقاي شيرينت دايا هميشا خريك ظلم درقات لريشة خريك ظلم درقات لريشة من هدى مردن من أدباريتم من هدى قرو جسد دار بمديل شيشة قرو جسد دار بمديل شيشة جد لنا ودوما دايا قندايا أما فرمودي رسول الله يا بهشتي خدا أما ذكرى درقاك لبن فداك اندايا درقاك لبن فداك اندايا خاكي برفيتم داكي شيرينم خاكي برفيتم داكي شيرينم رزيل بوتو دانا وادينم رزيل بوتو دانا وادينم خزقو هوامي حتى وكتي خزقو هوامي حتى وكتي شرابي مردن
تالدا كاجينم شرابي مردن تالدا كاجينم جيت لنا ودوما دايا قندايا أما فرمودين رسول الله يا بهشتي خدا أما ذكروا درجة لبن بدا كندايا درجة لبن بدا كندايا بخوم نفسي مدوتا وبار بخوم نفسي مدوتا وبار لدور ذقرم هزار هزار جار لدور ذقرم هزار هزار جار اگر تو لمن رزی بیدیا اگر تو لمن رزی بیدیا سر بردابم لی پر وردگان سر بردابم لي فرورد قار زيد لنا ودوما دايا قندايا أما فرمودين رسول الله يا بهشتي خدا أما ذكرا Yeah.